يا مساء الخير واهلا وسهلا بجمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيتابعنا في السادسه نرتب ورقنا كده ونقول كلمتين في غايه الاهميه، واحد انه المرحله اللي فاتت طبعا كل اللي بيحبوا وبينتموا للنادي الاهلي مش راضيين بشكل كبير جدا عن الاداء، لكن خليني افكر حضراتكم هي هي نفس الفرقه اللي حققت الثلاثيه وهي هي نفس الفرقه اللي جابت برونزيه العالم ده الوقت اللي محتاجين فيه الدعم والمساندة لأنه الفريق بيمر بمرحلة انعدام وزن لكن لا اللعيبة اتغيرت ولا اللعيبة اللي حققت البطولات اللي فاتت دي كلها إمكانياتها قلت مرة واحدة أسباب كتيرة جدا ممكن تكون مأدية لاهتزاز العروض في الفترة الأخيرة أو مش خليني اقولها انه العروض مش بتلبي طموح الجماهير الحمراء لكن لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دي كل حاجه لسه في الملعب بالعكس كمان خليني اقول لحضراتكم انه من خلال تواصلنا مع كتير من خبراء اللعبه انا مش بتكلم على اراء فني يعني محللين او متخصصين هنا في مصر انا بتكلم حضراتكم حتى على المستوى العالمي لما بنتابع مع صحف او محللين او حتى لاعبين دوليين لا الحقيقه كله بيرشح انه الاهلي فرصه هي الاكبر وانه مرشح اول حتى اللحظه دي للتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا لغايه اللحظه دي الاهلي مع المؤجلات بتاعته يتصدر الدوري العام فاحنا مش بنتكلم على مشاكل مرتبطه بنتائج او بتحقيق بطولات يمكن يكون فيه اهتزاز وقلت لحضراتكم ليها اسباب كتير جدا والاهم كمان ان احنا نبص للي جاي مره تانية باكد انه المرحله دي ال يوم اللي جايين بدايه من ماتش سيمبا فرقه النادي الاهلي عندها شوط عنيف 20 يوم فيهم سبعة ماتشات تقال جدا كلهم مع فرق سواء الزمالك او سموحه او امبي او المصري او سيمبا طبعا اللي هنبتدي بيه يوم الجمعه اللي جاي فالفرقه محتاجه دعم كبير جدا من جماهيرها في الوقت الحالي خصوصا ان الجماهير انتم عارفين مش حاضره في المدرجات وقد ايه الجماهير بتفرق مع اللعيبه لما بتكون في المدرجات خلينا نتكلم على المرحله اللي جايه بشكل عام لانها مرحله صعبه جدا ونتكلم على ماتش سيمبا بشكل خاص مع واحد من نجوم النادي الاهلي سابقين ضفنا في السادسه النهارده كابتن احمد حسن دروكبا اهلا بيك يا كابتن احمد اهلا وسهلا شرفنا اهلا بيك, يا كابتن, أحمد. أهلا 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 بيك يا كابتن احمد وكل اسره البرنامج المشاهدين ابتدي معاك من المريخ الحقيقه انا يمكن كنت بقول في بدايه الحلقه انه من بعد الـ الـ العروض القويه والنتيجه العظيمه اللي حققها نادي الاهلي في المونديال عانت فرقه الاهلي في كتير من المباريات وما شفناش الاهلي بشكله وبهبته وشخصيته وبقوته اللي يمكن في ماتش او اتنين والماتشات اللي يمكن تكون الظروف مهيئه يعني بالذات لما اتحطينا في موقف صعب زي فيتا كلوب هناك في 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 كينشاسا ظهرت شخصيه النادي الاهلي وكسبنا هناك 3-0 والحمد لله كانت مباراه مهمه جدا في مشوار التاهل لكن فيما عدا ذلك اغلب العروض ابس داونز الاداء مش مرضي قوي للجماهير حتى لو بتحقق الفوز الترجم ده وتلخص ده بشكل كبير جدا في ماتش المريخ الاخراني من وجهه نظرك الهزه دي او التفاوت في التباين في المستوى ده ايه هي اهم اسبابه في الفتره الاخيره كابتن احمد على فكره هي حصلت مش في النادي الاهلي بس انت لو اخدت بالك من بعد كأس العالم للأندية آه. لو حد متابع الدوري الألماني بايرن ميونخ بعد ما أخذ كأس العالم رجع خسر ماتشين في الدوري م. وعلى فكرة بيقدم ماتشات يعني مش بنفس المستوى اللي هو قبل ما يروح كأس العالم آه. فالنادي الأهلي أنا مش شايف إن النادي الأهلي يعني فيه قلق أو او إن ما احنا ماتش المريخ ما كانش ما كانش مقلق بالنسبه لك مش عشان ماتش هقول لك. المريخ في حد زي هقول لك. انا بتكلم على اللي جاي ماتش المريخ لو لو بصيت على اللعيبه ممكن تلاقي اكتر من ست لعيبه في المنتخب السوداني في المنتخب أوه. المنتخب السوداني صعد كاس الامم وعلى فكره المنتخب السوداني بقى قوي جدا م. ولو اخذت بالك في الماتش الاخير مع جنوب افريقيا عملوا ماتش كويس جدا اللي هو وصلهم لامم افريقيا انا شايف ان انت تقتل لما تبقى خسران وترجع في نتيجه 2-0 وبعد كمان كان في ضرب جزاء ضاعت فلا طبعا النادي الاهلي انا مش شايف ان في قلق خالص اه مش مش المستوى عموما مش بس المريخ يقول لك انه الاهلي قادر ينافس على البطوله واحد من الحاضرين يعني طبعا لا. النادي الاهلي في كل في كل البطولات بصرف النظر عن الاداء طبيعي جدا ممكن تبقى انت جاي من مستوى عالي جدا بدات ترجع تنزل تاني تبدا من جديد عشان توصل لك فطبيعي ان انا هنزل الكيرف بتاعي ينزل شويه طبيعي ان في ماتشات ممكن تروح مني لكن احنا لسه بدري وانا شايف ان النادي الاهلي فرصته كويسه جدا كابتن احمد حسن مش قلقان لا لا خالص مطمن لا لا الحمد ب... لله تابعت البطوله السنه دي يعني تابعت الفرق المشاركه شفت اتفرجت على ماتشات أ... ل... احنا احنا بنتفرج طبعا على كل الماتشات يعني م. انا انا شايف ان اقوى فرقه ب... 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 يعني تمثل خطوره للنادي الاهلي في البطوله أه. هي سيمبا لان هم الماتش اللي احنا خسرنا فيه في سيمبا فرقه قويه جدا وفرقه بتلعب كوره بس احنا ما كناش في يومنا م. فباذن الله المباراه الجايه نقدر نكسب سيمبا تاني وكل حاجه تبقى زي أه. ما قبل ما اتكلم على ماتش سيمبا بما انك بتابع البطوله مين من الفرق لفتت نظرك او مين من الفرق شايف انها ممكن تكون منافس قوي للاهلي؟ هي سيمبا بصراحه سيمبا بقى حتى, أكتر حتى من الوداد وال والترج. انا شايف ان سيمبا ولو نادي الزمالك صعد اه دول اكتر فرقتين تعمل لهم حساب طبعا اه. نادي الزمالك طبعا فريق كبير ولو صعد هيدي له دفعه كويسه جدا خاصه ان هو برضو البطوله اللي فاتت ادى بشكل كويس وخسر في النهائي وقدم مباراه كويسه. سيمبا في مجموعه الاهلي بصراحه عجباني جدا يعني فرقه بتلعب كوره وفرقه منظمه وشكلهم كويس في الملعب. خدمهم بس ان الاهلي ما كانش في حالته بالظبط هو فعلا اليوم ده النادي الاهلي كل الفرق ما كانش في حالتها لكن ده طبيعي بيحصل لاي لأ حد في الدنيا يعني تحب تقابل مين في الدور اللي جاي يعني طبعا لسه في قرعه تتعمل بس يعني انت لغايه دلوقتي خمس فرق تقريبا المرشحين لمواجهه النادي الاهلي حسب ما القرعه تجيبنا بقى عندك وداد عندك سان داونز عندك ترجي ولوديه والزمالك طبعا في احتمال لغايه دلوقتي حسابيا بالارقام قابل الوداد يعني تفضل تقابل آه الوداد مع ان الوداد نسخه السنه دي مختلفه بس تماما برضو عن بس يمكن الماتش الـ الاخير ده برده ما كانوش بالشكل ده ما آه, اه ماتش سيمبا تلعبه ازاي يا كابتن احمد يعني تفضل كنت بقول في بدايه الحلقه انه ال 20 يوم اللي جايين عندنا فيهم سبع ماتشات كلهم ماتشات يعتبروا باستثناء ماتش الكاس يعني بس كل الماتشات بعد كده ماتشات ثقيله والاهلي انت عارف غايب عن الدوري بقى له فتره وعايز يعوض من المؤجلات الـ الـ الرصيد من اللقاءات اللي يسمح له بتصدر الجدول فالماتشات كلها هتبقى مطلوب من الاهلي انه يحقق فوز فيها وماتش سيمبا اللي جاي ده بدايه المشوار هل تفضل انك انت اللعيبه اللي كانت بعيده في الفتره الاخيره تديها في 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 الملعب ترجع حد زي ناصر تدي حد زي اكرم ترجع كهربا مره ثاني تدي لحد ما كانش ناوي علي لطفي او شوبير ولا تلعب بالتيم اللي انت بتلعب بيه ومثبت تشكيلك عليه بقاله فتره انا انا من رايي التشكيل زي ما هو الناس اللي هي اللي هي اخر فتره بتلعب انا من رايي ان الناس دي تكمل لان هم حاسين بالموقف وفي نفس الوقت رجليهم في الملعب م. فانا ماتش برضو ماتش صعب يعني ماتش مش سهل خاصه ان برضو الناس اللي هي بتلعب حاليا لعبة الماتش الاولاني فعارفه نقاط الضعف ونقاط ونقاط القوه في في سيمبا طيب. لكن هجيب حد من بعيد مع احترامي طبعا هتبقى صعبه جدا وهتبقى مخاطره وفي نفس الوقت بعيد عن الفورمه بعيد عن الماتشات فهو لعيب الكوره ما كانش رجله في الملعب بيتاثر جدا مهما كان هو مين أنت لما أنت كنت في الملعب وأكيد يمكن أكتر حد يكون حاسس بلعيبة النادي الأهلي وأنا مقدر دايما وبح... وبحط بين قوسين المجهود البدني الرهيب اللي بذلوه في ال... في ال... من ساعة ما رجعنا من الكورونا يعني بعد ما توقف النشاط السنة اللي فاتت ورجعنا من الكورونا تقريبا اللعيبة ما خدتش نفسها لغاية النهاردة وبيطلعوا من بطولة يدخلوا على بطولة ويتواجوا يتم تتويجهم ببطولة يدخلوا على بطولة تانية هل أنت شايف أنه جزء من اللي حاصل إنه اللعيبة متشبعة إن اللعيبة مجهدة؟ وإزاي اللعيبة تخرج من الحالة دي؟ دور الجهاز الفني دور كل لاعب برضو عشان هو يطلع سبب من الحالة دي هو ده سبب وسبب كبير جدا طبعا ضغط المباريات يمكن إحنا لو بصيت على الدوري الأوروبي فيه ضغط مباريات مع منتخب مع تشامبيونز ليج مع دوري أوروبي لكن إحنا في مصر مش متعودين على ضغط المباريات م. فدي طبعا بنسبة كبيرة جدا رقم إتنين طبعا أكيد في في الجهاز الطبي بيقدر يعمل إستشفى تاني للعيبة وتقدر ترجع تاني وفي خطط تدريبيه طبعا بيشتغلوا عليها فما اعتقدش ان ان التدريب هيبقى حمل اوفر مع الماتشات لكن لا انا شايف ان الدنيا ان شاء الله الفتره الجايه تبقى كويسه جزء من الموضوع ممكن تبقى انه اللعيبه برضو يعني برضو بفكر ما يبقى اللاعب الى حد ما مش مش عايز اقول بيوفر مجهوده لانه في الاهلي مفيش حد هيوفر مجهود انا مدرك تماما انك يعني واحد بيدي اللي عنده بس بيبقى في حته كده في العقل الباطن بتقول احنا مطمنين ان احنا متاهلين فبالتالي الجز في الملعب انك انت تنزل عشان مش بيبقى على اعلى مستوى مع ولا ضد انا ضد دي طبعا لان النادي الاهلي كل المباريات بالنسبه له مكسب مهما كان حاسم بطوله دوري حاسم موقفه في في المجموعه وصعد خساره النادي الاهلي او تعادل بيعمل يعني الناس الجمهور بيزعل اللعيبه بتزعل اكيد مجلس اداره بيبقى متضايق فطبيعي النادي الاهلي متعود خاصه ان انت رقم واحد في افريقيا فعشان تتعادل او تخسر بتبقى مؤلمه شويه لان انت مش متعود م. انت متعود دايما على المكسب متعود دايما ان انت تكسب كل البطولات فانا شايف ان ان انا ضد الموقف ضد الفكره انه آه. انه انه ان حد يبقى الى حد ما مريح لانه مطمن او يعني لا, لا. النادي الاهلي ما فيش حد يقدر يريح ما حدش يقدر يريح لان انت انت عندك لعيبه كتير كل واحد عايز يلعب فلازم تطلع اقصى ما عندك اي لعيب بقى مش في يومه مش في حالته البدنيه ده طبعا ده اجهاد وده نتيجه طبعا عن المباريات اللي فاتت استنى ايه لما تكون في الحاله دي من الموديل الفني بتاعك يعني لما بتبقى مرهق لما بتمر بفتره فيها اهتزاز في المستوى انا بتكلم على مستوى اللعيبه وعلى مستوى التيم ككل كمان انا انا كمدير فني انا ببقى حاسس بال, باللاعب لان انا شايف اللاعب في التمرين تحت عيني انا مركز مثلا على تشكيل فعارف ان ده اخد ماتشات كتير او عنده مثلا حمل زياده ممكن بريحه في التمرين ممكن اريحه في تقسيمه ممكن اريحه في نص التمرين فهو طبعا هو بيبقى شايف دي, دي بتاع المدير الفني م. لانه هو بيبقى عنده قاري حاله كل لاعب مستر موسيماني من وجهه نظرك قادر على انه يفك مفاتيح لعب كل لعيبه النادي الاهلي يعني يعني شايفه مثلا بالذات وبنت كنت مهاجم طبعا شايفه في حته الهجوم لسه مازال يعني حيران شويه مش مستقر قوي شويه بيجرب كهربا والشحات شويه دخل طاهر شويه يدي بواليا اساسي شويه دخل محمد شريف شويه مروان وشريف يعني شويه جاي معاهم هل من وجهه نظرك الحته دي محيره وانت لو مكانه يعني تفكر فيها ازاي او تحب تشتغلها ازاي هي محيره جدا طبعا لان برضو النادي الاهلي يمكن مع احترامي لكل المهاجمين اللي موجودين حاليا النادي الاهلي طول السنين اللي فاتت يمكن كان اللي بيميزه مش عايز اقول الثلاث خطوط لكن القوه الضاربه كان في النادي الاهلي دايما بتبدا من الهجوم فان انت ترجع تبدا تدور مش عارف تستقر فهو برده كتر خيره لان في ناس بعيده وفي ناس اخذت وبرده انا كمهاجم لما ما بسجلش برده يعني بحس ان انا بفقدان ثقه ف ففي ناس كتيره لعبت كتير وفي ناس برده فقدت الثقه في نفسها شويه لكن هو برضه ده دوره يعني هو دوره بس هو دور صعب جدا ولازم طبعا خط الهجوم كله يساعد الراجل صلاح محسن انا لما برص الاسماء ورا بعض كده مروان صلاح ولتر بواليا محمد شريف جونيور طاهر محمد طاهر كهربا حسين الشحات انا بتكلم على لعيبه عيارتي يعني يعني كلهم ما شاء الله اسماء جدا صلاح محسن ومحمد شريف يمكن اجهز اثنين موجودين عندهم سرعه وقوه وعايزين يعني واضح في اي وقت بينزلوا فيه بيبقى عندهم رغبه ان هم يقدموا نفسهم وهم عندهم كتير بس هم محتاجين الثقه وتمشي معاهم شويه. امم الثقه وتمشي معاهم شويه دي توفيق توفيق اه يعني يبقى في توفيق شويه معاهم هيأدوا بشكل كويس. شايف انه غريبه ان التوفيق يبقى غايب عن يعني <applause> بتحصل بتحصل انا انا يعني انا في في سنه 2007 كنت هداف الدوري الدور الاول كله. جايب 12 جون جاب جايب 11 جون الدور الثاني جبت جون واحد مم. وكنت لاعب كل الماتشات ما كانش فيه توفيق ايه اللي حصل ما هي بتبقى تركيزك اختلف مجهودك قل بص هي لو انا كمهاجم ببقى متعود خاصه ان انت كل ماتش بتسجل 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 فانت اتعودت لما تيجي مثلا ماتش وتلاقي نفسك ما سجلتش عادي ممكن تقول الماتش الجاي ممكن احاول آه. تلاقي الماتش الجاي برضو ما فيش توفيق الماتش اللي بعده فبتلاقي نفسك بتفقد الثقه في نفسك م. فبتبدا بقى ماتش على ماتش على ماتش بتلاقي نفسك بره خالص لحد ما تاخد راحه كده مع نفسك وبعدين تبدا تحس ان انت خلاص عايز ترجع تاني وعايز تموت نفسك فهي بتبقى محتاجه فتره راحه وبعد عن المباريات شويه <applause> تقول ايه اللي بيكمله مع الفراوده تقول ايه اللي بيصنعوا يعني مثلا لعيبه زي مثلا قفشه زي ناصر ماهر اللي بيتهيالي في ايديهم برضو جزء من مفتاح اللغز شويه الناس فاكره ان ان المهاجمين بس معظم الناس عشان ما اظلمش حد ان الـ ان الـ الاهداف مطلوبه من المهاجمين بس لا بالعكس نص الملعب دول اكتر ناس يقدروا يسجلوا اهداف لان هم بيبقوا راجعين من الخلف فالناس دي ما بيبقاش فيها رقابه بتبقى شايفه الملعب تلت الهجوم ده بيبقى كاشفينه بشكل احسن من المهاجم لان المهاجم دايما لا انا مش بتكلم على فكره التهديف يعني انا هقول لك مثلا اقصد ايه في مباراه زي ماتش فيتا كلوب هنا اللي احنا تعادلنا فيه 2-2 انا كنت شايف ان الماتش ده واحد من على مستوى الاداء والارقام وصناعه الفرص والسيطره انا بشوفه واحد من افضل ماتشات الاهلي في السنه دي على الرغم من النتيجه في النهايه ما كانتش في وبشوفه كمان انه احسن من الماتش اللي احنا كسبنا فيه 3-0 في, في الكونغو لكن في النهايه انت عملت كم كبير جدا من الفرص لكن ما قدرتش تسجل ما هو ده توفيق وعدم توفيق ما هو بص انا هقول لك على انت عارف الاهلي انا فاكر رقم كويس جدا احصائيات بعد المباراه دي الاهلي خلق كم فرصه في المباراه دي يا كابتن احمد 29 فرصه ما هو... سجلش منهم غير اثنين طيب إن ما هو ف... هو في توفيق وفي عدم توفيق آه. خلينا متفقين حته ان انا اضيع باستهتار دي بتاع اللاعب م. يعني أنا دايما المدربين اللي اشتغلت معاهم كان دايما يقول لي التوفيق ده بتاع ربنا بس اعمل اللي عليك وأنت وأنت قاعد شايف اللاعب إذا كان أصلا مهتم بالكرة وهو قبل ما يسدد قبل ما يلعب قبل ما ياخد قرار على المرمى بيبقى باين إذا كان هو فعلا مستهتر أو مش مهتم بال باستلامه للكورة أو عدم أو لا مبالاة بمعنى أصح فأنت بتبقى شايف لكن أنا شايف إن الأهداف اللي ضاعت يعني برضو ده عدم توفيق مش اكتر يعني مع ولا ضد فكره تدعيم الجهاز الفني للنادي الاهلي؟ انا مع طبعا مع الراجل بص الراجل ده انا يعني انا ما شفتوش خالص م. لكن ما شفتوش يعني ما قابلتوش ما قابلتوش آه. لكن بص اهم حاجه بتميز المدرب ان اللعيبه تكون حباك وان اللعيبه تكون وانت قريب من اللعيبه ومش عامل حاجز بينهم اه في طبعا حاجز اللي هو الاحترام والتقدير يعني مفهوم و... طبعا اه بالظبط لكن انت لو اخدت بالك الراجل ده قريب جدا من كل اللعيبه وكل اللعيبه بتروح عليه م. فانا شايف ان ان انا معاه ان هو يقدر يكمل تاني وخلي بالك هو ما اخفقش في حاجه لا لا خلاص انا يعني ما بقولش اخفق انا بتكلم على فكره انك انت داخل على الصعب يعني انت داخل على على المدى القصير داخل على في ال 20 يوم اللي جايين على سبع ماتشات تقال جدا ومن بعدهم هتخش على الاصعب في دوري الابطال، يعني هتقابل فرق كل الفرق اللي انت لعبتها لغايه دلوقتي عندها كان طموح التاهل لدور الثمانيه، لكن الفرق اللي انت هتلاعبها بدايه من دور الثمانيه عندها طموح التتويج بالبطوله وبالتالي درجه صعوبه الماتشات خبرات الفرق اللي انت هتقابلها، خد بالك انه اغلبهم كمان توجوا قبل كده، يعني الوداد متوج، الترجي متوج، الزمالك متوج، الاهلي متوج، فكلها إيه. فرق عندها <applause> طموح مشروع جدا في انها تتوج باللقب النادي الاهلي هو الفكره بقى ازاي انك تصحح المسار او انك انت تعدل اوراقك او انك انت تعالج ثغراتك عشان تبقى جاهز للصعب ده هو عامة يعني النادي الاهلي عامة في اي مباريات صعبه او لما بيحس ان خلاص ما فيش وقت لفقدان اي نقطه او تخاذل او حاجه يعني طول الفتره اللي انا قعدتها في النادي الاهلي وبعد ما مشيت وقبل ما اروح النادي الاهلي النادي الأهلي في الحتة دي بيبقى مركز كويس جدا زائد كمان إن النادي الأهلي أكتر نادي عنده خبرات ببطولة افريقيا فكل المقاومات بتشير للنادي الأهلي إن هو يبقى رقم واحد أو المرشح الأول بمعنى أصح بتتابع سوشيال ميديا ولا مش على مش تويتر دايما آه, آه. ايه رايك في في الكلام اللي بيتقال يعني من جمهور النادي الاهلي في الفتره الاخيره ازاي بتبص له ازاي بتقيمه شايفه مع الفرقه يقدر يسندها يدعمها في الظروف الصعبه اللي هي بتعدي بيها الجمهور ما بيتاخرش خالص استحاله يعني الجمهور طبعا جمهور النادي الاهلي عشان ذواق وعشان زي النادي الاهلي بالظبط ما هو جزء من النادي ان انت متعود على المكسب فطبيعي الجمهور ده متعود ان هو يكسب فلا انا شايف ان هو ي يبقى في ظهر الجهاز الفني وفي ظهر الفرقه وفي ظهر مجلس الاداره لسه مهما كان الماتشات اللي احنا عملناها وحشه او ما كناش بالشكل المطلوب لسه بدري ما تحكمش على الفرقه دلوقتي النادي الاهلي فريق كبير ويقدر يطلع من اللي هو فيه في اقرب وقت اللي هو فيه ده اللي هو الاداء يعني مش اكتر زي منتخب مصر برضه لو خدت بالك الفتره اللي فاتت كان بيقدم مباريات وحشه جدا لكن المباراه الاخيره ادى بشكل كويس وكل الناس نسيت اللي فات مين اللعيبة اللي محتاج تشوفهم في الملعب في الفتره اللي جايه انت تحب تشوفهم كأ يعني كاحمد حسن أه 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 اسمه ده محمد شريف دايما أوه. لان هو عاجبني بصراحه أه محمد شريف متالق مع بالمناسبه هو كان لاعب اختيار الجمهور يعني استفتاء السادسة كان اختيار جمهورنا النادي الاهلي محمد شريف افضل لاعب في شهر مارس. انا مبسوط جدا والحقيقة لل... كمان للأدب. مع المنتخب كمان يعني مقدم مستوى كويس. انا سادسة. مبسوط له جدا طبعا ومن فترة على فكرة قبل التألق ده وانا كان نفسي يأدي ي... ويتألق و... ويحجز مكانه ويبقى المكان ده م... مش محتاجين حد فيه تاني. بمناسبة شريف بس هقف معاه قبل ما اسمع لو في اسماء تانية شريف بالنسبة لك أفضل انه يبقى رأس حربة صريح؟ ولا يبقى تحت راس الحربه ولا يبقى جناح؟ هو دي هو ممكن يادي الاثنين يعني هو في لا الاتنين. انا عايز هو بيأدي هو الاثنين بالفعل لكن انا من وجهه نظر احمد احنا عايزين السترايكر اللي هو الصريح, الصريح. فهو في الحته دي هياديها كويس لان م. احنا عندنا الاثنين اللي تحت برضو م. في ناس كتيرة في المكان ده غير محمد شريف؟ ما اعتقدش يعني انا لان انا ب... في مركزي فمركز معاه هو اكتر. ناصر ماهر ما وحشكش؟ ناصر طبعا كان بصراحه هو لعيب كبير جدا وادى مع سموحه بشكل غير طبيعي وكنت حقيقي. اتمنى ان هو وقدى مع المنتخب الاولمبي ومع كمان. المنتخب طبعا فانا كنت اتمنى الاداء اللي هو قدمه مع سموحه قبل ما يرجع النادي الاهلي يبقى موجود لان هو اخذ فرص كتير وحظه الوحش ان في ناس كتيره في مركزه دلوقتي أوه. لكن اتمنى طبعا يرجع ويادي ويبقى افضل من الاول مم. من وجهه نظرك الفرق انت قلت لي شايف انه الزمالك وسيمبا هم الاقدر على منافسه الاهلي على التتويج مين الفرق اللي لفت نظرك لفت نظرك كورتها كمان بتتقدم السنه دي في البطوله لو اتفرجت على ماتشات يعني انا الفرقه الوحيده اللي عجبتني هي ماسيمبي طيب. في لعيبه في لعيبه في البطوله لفتت نظرك يعني يعني بما ان احنا بن لو اتكلمنا عن تدعيم النادي الاهلي مثلا او لو الاهلي بيفكر في الصفقات احنا سمعنا اسماء كتير من اكتر من فرقه في لعيبه انت شايف انها جديره من ممكن انها تكون في محل اهتمام من النادي الاهلي؟ اه لا ما, ما ركزتش مع لعيبه بالظبط معين او كده لكن في فرقه سم اه فرقه اه اه سيمبا فرقة كويسة جدا ومنظمة بتأدي اداء جماعي على الرغم ان يمكن يعني مفهش ما فيهاش نجوم لا لا انا شايف يعني انها بتأدي كورة جماعية اكتر يعني نادي الزمالك فيه نجوم كتير أو. الترجي نفس الكلام أيوه. لكن الفرقة دي بتلعب بتفك... مين عجبك في الترجي؟ بتفكرني مين عجبك في الترجي؟ حمد النجاز م... حمد النجاز الباك اليمين بتاع اه بشكل كويس والهوني حمدو الهوني اكيد طبعا اه لعيب قوي أه هم بيفكروني بقول لك بفريق اتلانتا في الدوري الايطالي فرقه بتلعب كوره جماعيه لكن ترجي ترج. ولا سيمبا 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 اه لكن ما نجم ج... نجم او لعيب واحد يلفت نظرك لا والوداد مين لفت لفت نظرك فيه؟ لا أه ما اتفرجتش على الوداد عن لا الوداد بيقدم ماتشات حلوه جدا السنه دي, دي, ما دي أنا, و... انا انا ونسخه السنه دي مختلفه عن ال... عن النسخه نسخه الوداد في اللي بتشارك في البطوله مختلفه الى حد كبير عن نسخه هو الوداد اللي هو أه نسخة يعني الفتره اللي فاتت طبعا انا كنت سامع ان هو بقى بيادي بماتشات كويسه لان انا كنت بتابع يعني في بعض البرامج الاهداف والحاجات كده لكن طبعا ماتش الزمالك أربك له الدنيا شويه الخساره الاخيره ديت وخاصه على ملعبك فدي برضو تربك حساب اي حد خاصه ان انت برضو مش رقم واحد في افريقيا طيب. فصعب جدا فسهل جدا تهزك شويه تقييمك لمشاركه المحترفين مع المحترفين الاجانب تحديدا احنا عندنا الحقيقه يمكن دفاعيا اكتر يمكن عندنا بدر وعندنا معلول وعندنا اليو ديانج ليه دور اكتر وعندنا طبعا اجاي قدام تقييمك لدورهم ومشاركتهم مع الاهلي طبعا معلول بس للاسف شديد الاصابه منعته انه يكون مع الاهلي لأه. بس قريب ان شاء الله بسمع انه راجع اسبوعين او ثلاثه معلول وبنون بصراحه اكتر اثنين بيادوا بشكل كويس وعوضوا غياب ناس كتيره كانت موجوده يعني عوض مثلا غياب سيد معوض جلبرتو في ناحيه الشمال علي معلول بنون برضو تحس انه هو بيفكرك بكابتن عماد النحاس اي أيوة ناس يعني كتير شبهته اول ما جيب عماد النحاس بالظبط ف في حته امان شويه في في الخط الدفاع ديانجو اجاي ديانجو برده في نص الملعب بصراحه من الناس برده كويسه جدا وبيادي ولاعب قوي جدا بس يمكن هم الثلاثه دول اللي هم فعلا اضافه للاضافه للنادي إيه اجايي واحد من اللعيبه اللي ممكن... بحالات انا شايفه بحالات لسه اقول لك بيحير الجمهور شويه في بعض الاوقات بيبقى لاعب جوكر ولاعب محوري تحس ان هو و... عالمي وبعد كده تحس كدا... ان هو فعلا في احسن حالاته وفي ماتشات ثانيه بحسن... ما ده ما تطمنش يعني انا مع... انا كمدرب انا لما يبقى عندي لاعب بحالات فانا ممكن انزل أكني ناقص واحد فما أحبش انا اللعيب اللي بحالات ده لان هو مهما هيكسبك فهيجي وقت برضه يخسرك م. لان هو لو مش في يومه اكيد هتخسر او هتحس ان انت بتلعب ناقص. المشاركه بتاعه الدوليين مع منتخب مصر لعيبه الاهلي سواء المنتخب الكبير او المنتخب الاولمبي شايفها ازاي؟ شايف تقييمهم او اضافتهم على مستوى المنتخبات؟ لا انا شايف في الماتشات الاخيره طبعا الاوليمبي ما لعبش يعني لاسباب الكورونا لكن المنتخب الكبير لعبوا ماتش كينيا وماتش ماتش جزر القمر ويمكن هدف قفشه برضه هو اللي سهل المباراه وكان الهدف بدري وادى ثقه للمنتخب خاصه طبعا كان المباراه اللي قبل كده كان الاداء سيء جدا وكل الناس كانت بتتكلم وتنتقد الجهاز الفني أنت كنت مع الناس اللي بتنتقد ولا كنت مع الناس اللي شايفة إنه الجهاز دي مبرراته؟ بص هو الجهاز يعني أنا دايماً بشوف إن الجهاز طالما بتأدي شغلك كويس في ففي الملعب دور اللعيبة يعني هما برضو في المنتخب ما بيلعبش ماتشات يعني ما كل فين وفين على ما يلعب ماتش فما فيش تجانس م. المحترفين ما بتشوفهمش غير قبل الماتش بيومين مثلاً أو ثلاثة فمنتخب محتاج يلعب ماتشات كتيرة جداً ماتشات وديه خاصه شبه فيه في تجانس اه بس ما هو نفس الحكايه برضو يعني ما احنا شفنا التجانس ده ظهر في ماتش جزر القمر وقدمنا عرض قوي جدا وكسبنا 4-0 تقريبا لا انا هقول لك المباراه ديت خاصه قدينا فيها بشكل كويس لان الجهاز حس بالضغط بتاع الجمهور فاكيد وصل رساله وكمان اللعيبه حست ان في ضغط كبير عليهم انت لاعب كام ماتش الاداء مفيش يعني الاداء وحش جدا أيوة. من كل اللعيبه مش من لاعب او اتنين كواحد كواحد من الجمهور بس شايف ان المنتخب ده بتشكيلته بلاعبته بجهازه الفني يقدر يوصلنا كاس عالم ويقدر ينفس على بطوله افريقيا كاس عالم سهل ولا بلاش المجموعة... نرفع سقف سقف الطموحات لا ممكن. لا هو كاس عالم سهل لان المجموعه سهله كاس عالم سهلة. سهل ايه؟ مجموعتك في افريقيا مين طيب ما انت برضه انجولا والجابون وليبيا طيب مش يعني دي قصة؟ ما القصه مع احترامي إنك لازم تتصدر المجموعه ماشي ما احنا ما هو انت لازم هتتصدر يعني ما احترامي إيه اللي خلانا احترام لازم يا كابتن احمد الجابون ما فيش مش فرقه يعني كل أصل... مره بنقول لازم نتصدر وبعد كده ما لا انا شايف ناسي اللي... ناسي ليبيريا وناسي اخر نسختين طيب. كاس عالم اللي هي النسخه اللي فاتت اللي المنتخب صعد آه وكان صعد بسهوله نفس الكلام يمكن دي اسهل نسخه لمنتخب مصر يصعد آه. لكن البطوله افريقيا آه لا ما رشحش المنتخب ان هو ياخد البطوله بعيد بعيد جدا لان أوه. عندك انا برشح الجزائر مغرب السنغال آه، ممكن نيجيريا رابع او مصر رابع او مصر رابع أوه. لكن تتويج شايفه صعب الجزائر مغرب سنغال مش مشروط من ناحيه يعني مش ممكن تقول ممكن المنتخب يتوج اذا حصل كذا وكذا 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 لا لا هيبقى صعب انا بقول لك ال... يعني انت شكك البط... في امكانيات الامكانيات مش الجيل شك ده. ولا حاجه مم. انت لو بصيت على منتخب الجزائر منتخب المغرب السنغال فيهم لاعيبه كثيره جدا كلهم محترفين وبيلعبوا في انديه كبيره جدا وحتى في المباريات اللي, اللي لعبوها مع بعض بيأدوا بشكل كويس هرجع تاني معاك لماتش سيمبا آه آه لو ممكن تقول او نفسك تطلب من مستر موسيماني حاجه في من يعني من فيما يتعلق بماتش سيمبا تطلب منه ايه وتقول له ايه ما ما نستعجلش ما, ما يعني ننزل ما نستعجلش المكسب لان برضه المفروض برضه لازم يبقى في حذر بس انت بتلعب يعني مباراه مش هقول تحصيل حاصل لكن يعني انت خلاص انت وسيم بقى انتوا الاثنين لا هو عنده دوافع يعني هو مش هو خلاص متاهل وضامن المركز اول وانت كمان متاهل ومش عايز اصابات ومش عايز فمفترض انه المباراه الى حد ما ما ضغوط من اي نوع ولا ما فيهاش ضغوط لكن الهزيمه اسم كلمه هزيمه وحشه يعني بتخليك تروح يعني هو المكسب دايما بيجيب مكسب الى هزيمه هتجيب هزيمه فاقل حاجه نطلع باقل الخسائر كنت بتقول لي مع فكره تدعيم الجهاز الفني مين الاسماء اللي تفتكر انها ممكن تبقى اضافه للجهاز الفني في النادي الاهلي؟ ممكن كابتن علاء ميهوب كابتن علاء ميهوب اه طبعا شايف بما ان انا اتمرنت معاه يعني يعني انا في يعني في الفتره انا كنت موجود فيها كان مدرب كويس جدا ويحببك في الملعب سواء بقى لعبت ما لعبتش يقدر يعوضك نفسيا وغير كده كمان يعني يعني كلامه في الكوره بتحس كده ان انت فعلا مقتنع بالكلام او التعليمات اللي هو بيديها لك ودي مهمه جدا ان انت تبقى مقتنع بالمدير الفني بتاعك او المدرب اللي بيوصل لك المعلومه او الفكره هو يعني بيتهيالي في منظومه النادي الاهلي مدير فني وجهاز فني دايما بيكون على اعلى مستوى يعني طبعا ده على مدار تاريخ يمكن ده أنا اشهر, بكلمك أشهر المدربين اللي جم مصر ده او اللي انجازات في مصر جم عن طريق نادي الاهلي. ما انا بكلمك ده كمان الكابتن علاء كان الثالث يعني أوه كان المدرب مم كان مدرب فانت متخيل المساعد مدرب كان كابتن حسام كابتن مانويل جوزيه فطبيعي طبعا النادي الاهلي معروف افضل جهاز بي 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 اكيد بيتعاقد معاه. وايه أكتر حاجه شايفها بمعضلة بالنسبه للجهاز الفني في النادي الاهلي او ملف شغل باله حاجة حيرام فيها في الفترة اللي جاية يعني سواء فيما يتعلق باستكمال مشوار الدوري أو دور الثمانية بقى بداية من دور الثمانية النهاية والنهاية إن, الأفرق. إن اللعيبة ترجع تاني تأدي بالمستوى اللي احنا ظهرنا بيه في كاس العالم أيوة. الأندية هي دي أهم حاجة وهي دي يعتبر أو حاسس إن هي ممكن تكون شغلة المنظومة كلها إن الأداء يرجع تاني ازاي بقى يعني من وجهه نظرك ازاي هل الموضوع بدني ولا لا موضوع لا. نفسي ولا موضوع فني لا هي طبعا موضوع فني ما انت انت ممكن يعني لو ربنا كرمنا وكسبنا ماتش سيمبا خلاص انت كده عديت مرحله كبيره أيه. تبدا بقى تفكر في اللي جاي اللي جاي عندك اهم ماتش يمكن في اللي جاي الزمالك مواجهه صعبه الزمالك الى حد ما يا ماتش الاخراني افريقيا بصراحه الأخير طبعا اداله كان... آه دفعه آه قويه جدا ده. وممكن يصعد يعني برضو كل شيء وارد على الورق لسه الزمالك ما خرجش من البطوله لسه ما خرجش من البطوله أوه. ودي كمان يعني حتى بطوله الدوري دي حاجه ثانيه يعني مم. بصرف النظر الزمالك كمل او ما كملش ماتشات الدوري بتبقى برضو الاهلي والزمالك ده بطوله لوحدها بتتفرج على ماتشات الدوري يا كابتن احمد مش كتير يعني مم. مش كتير لان بيبقى في وقت التمرين وكده فما بنقدرش يعني الاهلي لو كسب مؤجلاته يتصدر البطوله شايف مين اقرب المنافسين للزمالك طبعا يمكن في الصوره لغايه دلوقتي مين ممكن يكون الاتحاد بيقدم سيزون كويس اتحاد تاني دلوقتي حتى رغم انه يعني لعب ماتشات زياده بس محتل الاتحاد كمان ده. كسب امبارح تقريبا المقاولين كسب المقاولين سكور امبارح أربعة. اربعه اه انا شايف المنافسه دايما حسام عامل شغل الحقيقه حسام دايما بيعمل شغل مع مع الفرق اللي بيمسكها كابتن حسام بيوصل للعيبه اللي انا اعرفه عن كابتن حسام ان هو ما بيحبش الخساره حتى في السمول جيم في التدريب بينهم وبين بعض فكل اللعيبه لازم حد يخسر في التدريب اه, آه لا هو ما بيحبش يخسر عامه حتى صحيح. هو لما بينزل يلعب مع اللعيبه اللي انا اعرفه يعني آه لكن هو آه عنده آه بيفكرني باسمه ب ب ايه بتاع اتلتيكو مدريد سيميوني سيميوني, سيميوني. اه, آه. بصراحه بيوصل ال ال الشجاعه والقوه والشخصيه وان انت تنزل تموت نفسك في الملعب برضه الحته دي في كابتن انور سلامه كان دايما يوصلها لنا م. فهو طبعا اي لاعب قبل ما يروح يتعاقد سواء كابتن حسام في الاتحاد في مصر في اي حته عارف ان كابتن حسام ما ينفعش ما تموتش نفسك في الملعب م. فهو مكسب كبير طبعا لنادي لنادي الاتحاد لكن مع احترامي برضه انا شايف ان المنافسه دايما اهلي وزمالك, وزمالك. بيراميدز بعيد بعيده بعيده جدا وبيراميدز انا شايف ان يعني ممكن تكون فتره وممكن تكون خلصت يعني. <applause> يعني ايه فترة الفكرة نفسها يعني ولا لا اللي هو ولا ان ان انت ترجع تنافس على دوري تاني وكده هيبقى صعب. شايف انه صعب رغم كل الاسماء وال النادي النادي الاهلي مهما حتى لو لعيبة الاهلي دي كلها راحت فرقة تانية هو التيشيرت بيعمل حاجة غريبة. يعني تيشيرت مختلف معنى صح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد نورتنا في السادسة وكل التوفيق طبعا للنادي الأهلي مباراة مش صعب على الإطلاق جماهير النادي الأهلي أكتر ما مستنية فكرة مش عايز أقول الطار ما بحبش اللغة دي في الكورة لكن فكرة التعويض الهزيمة على الأقل في تنزانيا إنه نطمن أكتر على اللي جاي عشان اللي جاي زي ما اتفقنا مع حضراتكم مضغوط جدا في فترة قصيرة جدا هنخوض عدد كبير من اللقاءات مطلوب من النادي الاهلي بدايه يستعيد قمه الدوري صداره الدوري مره تانية مطلوب من النادي الاهلي يجهز نفسه، يجهز فرقته ولعبته عشان يوصلوا لاعلى مستوياتهم قبل ما نبتدي ماتشات دور الثمانيه، والماتشات اللي جايه من النهارده ان شاء الله لغايه لما ربنا يكرم فرقتنا ونوصل للنهائي ونتوج بالبطوله كلها ماتشات ثقيله جدا، كلها ماتشات مع فرق عندها طموح الفوز بالبطوله عشان كده لازم نكون في احسن حالاتنا، بشكر حضراتكم على المتابعه وان شاء الله نقابل حضراتكم بكرة حلقة جديدة والسادسة تحياتي لحضراتكم